اجلس على رجلي، ارجع على رجلي، لازم اقول كذا، ما عندي مشكله، لازم اتربى. اسلم. اسلم. خافنا مثل السالفه اللي رجل لها بدري ذا طلع كبدي. ما عليه ذحين شارب يمين. محمود تقول شارب يمينك. الحمد لله الله يديم النعمة يا رب ويكثر قحطي. تروح تبدل. غير انه هو واجد. تعبنا الكرة الأرضية كلها. ابن عمون اذا جات نسمه دقوني. ابشر بعزك يا ابن عمون. شكر يعني صح قومي يعني ادعني. ايه انت ما تعرف لهجاتنا انا وغير شيء. بتصلح الدرج؟ الدرج؟ ايه الدرج بصلحه قد لا بدك تلحقه. ها؟ دد لازم تسوي عشان اغراضك. ايوه انا فاضي. دد ودي كبت. ها الكبت كبلش كبت الكبت يبقى الكبت يبقى لا الكبت يعني درج ولا الدالوب. لا الدولاب. الدولاب الدولاب. لا اعلان اعلان الدالوب ما قلت الدانوب. اها وبيتهم لمبات الحوش خضر. انا نقول الباكت باكت الكبت الكبت. ايه خلاص اعلان اعلان. ها باكت. ها اوه توك تركز يا شيل. ايه حمار شوي بتطالع جبر. انا اشهد لان شخص من خفض السكر عند اليوم لو تاخر الغداء كان صح. شخص مدقق. انا قلت لهم جيبوا صحنين. اللي قبلها يا سلطان ايش قد؟ قالت لهم الحين. كل يوم يعطيكم صحن تهمل هنا ولا كتيت. ولا شوي. قالوا كذا بهم ضجروا وين غدا شوي نرجعك الحين دور بعد ايش كثر من مرت اليوم يعني غير ما طلع المطبخ. عم سعد عشاكم الليله مشويات. وين؟ اليوم؟ كم الساعه تبغى؟ قلت الساعه 1 عشان لما تغدوا يموتون من الجوع. مرة ثانية تغدوا يموتون من الجوع. سنت صنعاً. أنا مقدي خليت الساعة أنا عايش كذا. عشان مشويات؟ أوه. مشويات العشاء. يعني سحور. لا لا. إيه إن شاء الله مشويات بس ما أدري هي برز ولا مشويات كذا الحالة. روحين. البس الطقم الجديد. ايه ودينا وش اسمه المفصل ذا ينفك. واعطيه جبر غسل وردح. ما عاد ودي اتحرك. تزد هنا. الحمد لله على العافيه خل ودي الحمد لله الحمد لله على العافيه. انه هنا تجي تزد. يروعك من خلد الحين. يروعك من خلد الحين. عليك الحمد لله اصطفى. والله نعم والله نعم مخلد. رشيد. ما جينا هنا. ترى طفح الكيل خلاص. ليه؟ طفح الكيل. اي والله طفح الكيل. شو منه؟ تعبنا احنا وصلنا الى اعلى مراحل التعب. والله طبعا على كيل. ها لا على كيل. كل 23 يوم والله خلونا يوم كامل نرقد. ما احنا مرقدين نعرف انه والله تقول الساعه 9 في الاسياب ما نرقدين. اللي ما يرقد يجيبوا كوتش اعطونا بس يوم يوم واحد قسم بالله ارقد حتى لو تحت الشجره بس اهم شيء. الحين شو اقول؟ والله انه مغطى يا اخوي. لا ما اخذ رقدي ما اخذ تنتهي بث الساعه 6 كل 22 يوم خليني اعلمك
اعطيكم يوم كامل صح. يلا انت البث الساعه 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 معك 11 ساعه. احسب حساب صلاتين واحسب حساب فطور كل هذه كلها ساعتين واحسب حساب الهرجه اللي قدام النوم ثلاث ساعات معك 7 ساعات ترقد فيها ورا يا دوب دار حق ثلاث ساعات. بعض الشباب ما شاء الله ما ينطلق رساله الا طف البث. انا اشهد لا لا جينا نرقد وتزين السوالف هرج لا 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 وكل ما اجي تبي اقوم ابي اروح للفراش فعالية مغاطي بساعة اليوم صبح فعاليتك يوم انك راقد شباب شلون كنت تطرد من الغرفة شو تطلع شو الفلاشة شو الثياب من هو في ضوه شوف قمت طفت النور ايه يا ولد ازريت فلا تطف النور فكوني بشرط ما نربط عاودتهم وش ثلاثة عصر الحمد لله ها يلا يا رب انت اجعلها استغرر العافية اللي وعافية آمين يا رئيس سبحان الله انسان يعني محترم هذا الايمن اللي عندنا وين؟ في الزاويه انا ادور له ادور له في غرفتكم يبيهم موصين عليه انا في غرفتكم انا لا في غرفتكم طقطق علي انت جابر موجود انت تطقطق علي؟ لا في غرفتنا ايمن طقطق اقوم عليك لا والله هو معنا في غرفه انا معك في غرفتك طيب تقول له ايمن أقول لنا اللي في غرفتنا حنا فوق محسن ايه صح هذيك ضيف شرف صح 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 اسف اسف انا دورت له فوق غرفتهم دورت له يا ولد معي انت في مكان جبر صح ولي مكانك صح انا انت وش مسوي للعالم انا مني راح جريم وجا هيمن وين هيبتك خلص كذا قوي كل ولد بخرب السرير انا جاي حاط سرير سبيل اي واحد يبغى يريح ولا يرقد هو راح من حول تحت الرقد وجا الناس السرير فاضي ما تحت جا ورقد وي والله انا طول عمر من الكرم الزايد حتى ملابسي وسريري جا له ذاك مالك اي والله حتى هو انا تحت الدرج والله كفو سناب يا حمار درجة اعطنا لوكيشن حق الدولاب حقك الدولاب يعني ما بعد عرفت مكانه عند الدرج انت نازل من فوق مقابل الدرج عند الدرج يعني ما نزل من فوق وعرض عليه طش من الطيبة يذمتك اي قسم بس شفت الطيب ذا الحلو ذا جيبه عندي بخش يعني في ملابس جديدة ابدسها لين البسها مرة واحدة ومن بعدها عاد اللي بيستخدم يستخدم يعني لا قد البسها خاشرون ملابسك والله خاشرون لباسها مخل يعني شوي انا جالس كذا ادخل اثنين لابسين طقم جديدة حقتي واحد يعني يستحي وكذا ويأثرون وكلني وكلني المال وكلني على درجة والله اي والله تراك موكل على جميع حلالي في المنتجع روح صرافتي اوه بس بس يلا وش كم مقاسك انت ولد تبسطوا معي ابوها يلا الا منه قص بدر ولا شيء يعلمني الرجال ذا ما شاء الله عليه درجة انواع وش قال ولد ابا ابا ايش اسمه ولد هرجكم مطب اويلي وين محله وين بعينه فين ايش انا اللي نفس اللي تلبسه اللي الارقب بدل لك على اللي شفت لي على طاهر ايوه اللي لبسها طاهر انا هي حقت ايه الله يهدي ابو ابو عباوي زين الله يستاهل حقه وين محله ابا عشان الليله بقى اكلم الاداره موصل حد منهم ولا كلم دخلت خدمه يعطيني الجوال اكلم حد من العيال اوصي بقى انا اطلع اروح اجيبها لك لا 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 اعطني الضوء الاخضر اعطني سياره محلات واجد في والله اجيبك جميع الو هذا معي عندها ولد تعرف شارع اشبيليا مو اشبيليا لا هذيك الاعلانات اشبيليا ولا هذاك شارع شارع بريك بريك بس هي ادري انك بتوصل الشارع شوي المحل قدام ذا ايوه المحل الفلاني طق خصم ها شن خصم 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 بوف براي صح 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 اوب سفره برا ايوه ايوه قلت سمعت ها؟ هذاك ذاك قلت سمعت ها؟ وانت وانت اذا ضحكت تقوم روح لهم شو الاصفر ما منهم فائده ما منهم فائده انا لله ولا وش قراتي كل شوي شو وراكم؟ اخر واحد يقول لك كنا بنسولف شو الاصفر؟ لبى قلبك يا ابو محمد غصب عنك ايمن ايمن ما هو بايمن انا بحب ايمن وش اسمه مخلد
ما يعطيه ربي ذا العافيه ولا ينفع صح. اول شيء اخر من قام سلطان العب يدك هذا اخر من قام انت ما تاخذ وانا كنت لا مني رحت ابغى اغسل باخذ الصحن ترى وش ترى وش بصابون تايد يا ولد الدعم ما بعد اخر من قام كان على اخر من قام ليش ما تعرف النظام ذا اخر من يقوم يشيل الصحن اي تريدني انا يا اقوم ابو لمبه محمد جالس معي واكني لا خليته يا اخي انا شنيتي اسمع اذا قمت اغسل اشيل الصحن ولا لكن ما خلاه ابو محمد في الطين قال له شيل الحين يقوم احد يشيل الصحن والسفره يعطيك العافيه ابو طاحوس حطه مكان هذا دف الرز ابو لو تجي السفره الثانيه الله يشكركم